يسأل أيضا شيخ صالح ويقول: في بعض الأحيان أشعر ببقايا طعام في فمي أثناء الصلاة، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ هذا لا يؤثر على الصلاة، ولكن عليك أن تنظف فمك من مخلفات الطعام بأن تستعمل السواك قبل الوضوء وقبل الدخول في الصلاة من أجل أن يتنظف الفم وتطيب رائحته. نعم.